بسم الله من الأسئلة اللي ممكن تجي لي في برنامج الريفت، ان هو يقول لي ايه، اعمل لي دبليكيت لليفل 1 وشوف هيبقى اسمها ايه، او ليفل 2 شوف اسمها ايه. هقول له هنا دبليكيت فيو، اقول له دبليكيت، فيطلع لي ليفل 2 كوبي 1، يبقى الاسم ده هو اللي انا هكتبه هناك. من الحاجات برضو اللي ممكن يسألني فيها، هو الأسئلة كلها بتبقى سهلة وبسيطة، عايز ينجح الناس، مش عايز يتحدى حد او يسقط حد، عايز الناس كلها تبقى معتمدة ومهتمية ببرنامج الريفت. ممكن يقول لي اعرف لي اللاير بتاعت مثلا الحيطة ديت، فاعمل سيلكت على الاوتوكاد، اجي هنا الاقي كويري، اروح معلم على الخط اللي انا عايزه، هيقول لي دي على الليفل، على اللاير اسمها ايه، شرطة وول. ممكن بعد كده يقول لي ايه، انت عندك هنا 2 جريد اي وسي، اعمل لي البي في النص. تمام، ممكن اعمل جريد جديد او ان انا انسخ كوبي من واحده فيهم. تمام، اي مسافه، واروح قايل له اعمل لي الجريد دوت، اعمل لي دايمنشن من هنا لهنا لهنا. تمام، وبعد كده اقول له خليهم قد بعض. طب هنا هو مش مديني المقاس، مديني بس علامه الاكيوبمنت الايكوال، اسف، فاقول له انا عايز ديت تديني الفاليو بتاعتها، فلان دي 3000.